حروق وحروق ما شاء الله. اللهم صل على 92. قد ندفع لكم بها؟ صارت 92 دولار. ما شاء الله تبارك الله. عند مين هذا؟ عند مين؟ هذا عند ابو عجايه الجبلاني. هاي لسه ناقصها النوب. ناقصها النوب. شنو هو ابوزه يكون اكثر من شدان. تمام. القعام ممتاز. الحراق ممتاز. كل المواصفات البيئة ممتاز. بصفه بين الحرتشي والجملاني. شنو هي؟ التوزيره. هنا يقولوا لها مناطق ادلب. يقولها مبنجه. احنا مناطق دير الزور والرقه والحسكه نقولها موزره. شنو معناها؟ تجي دراعتها حمراء من ورا حمراء وبطنها تكون فيها حمار. هاي احنا نقولها موزره. هنا شو يقولوا لها؟ يقولوا لها مبنجه. مبنجه. هاي بوزه الحرتشيه شايف؟ بوزها قاصر، ذانها اعراض، تمام؟ راسها في تقويسه. هاي هي الحرتشيه بهالطريقه هاي. هاي عيبها شيء بسيط وهي البياض التجبيهه هاي. ايوه هاي لو هالتجبيهه هاي دحد. هالبياض هذا لو مو موجود تكون ممتازة خارقة. تمام. هاي الغنم، هاي القراقيع الحرشية. عند مين يا شباب؟ أنا نسيت. عند أبو عدي الجملاني. هذا البازار عليهن يا شباب. يرحم أبوكم. ده هاي البضاعة إيه ما كنا نبيعها بالأسعار غير بهالكساد. والله العظيم قاعد تدفع. قد قام تسوم أبو خالد؟ مختلفين على 10 دولار. بغازين 10 دولار 60. اللي عارف قيمتها ما يختلف على 10 دولار. والله العظيم والله والله حق. اللي عارف قيمة البضاعة هاي ما يختلف على 10 دولار. بدي أقول على الفطيمة يا شباب. والله العظيم قاعد تدفع. بدي أميزها يا شباب بالحرشي والجملاني. إذا كان بيه في التالة بين عيونه خشمه هاي شغلة ممتازة جدا. يا حجي معلي شاي قد كم شيء طلع لي. بدي أشيل لك 5 أبغازين. بدي أشيل لك. راح على راسك. انا اشوفك كاميرا استاذ. خلنا نصورها والله. هاي اطيب شيء قال ما عجبك. ده على راس عليه تمام ممتازه. هاي لو ما تجبيها هاي بايع لي. هاي اطيب والله العظيم. طيب حيل حيل طيب ما شاء الله. انت خذ واحد زنه. هاي خذ واحد زنه يا حجي. ما معي. الله يربحك. ايش قد صارت ابو خالد؟ 290 دولار. 290 دولار بالراس. والله ببلاش. والله حق واحده. والله بلاش. اللهم صل. غنم حركيه اصليه. اللهم صل. عند ابو عدي الجملاني. جيتنا من الرقه. انتوا البزره عندكم الحاله. اي العظيم صاحبها مو موجودين. اي ما شاء الله. شوفوا على المقاطس. والله شيء طيب. معروف شايفه اول واحد. ابشروا ابشروا. راح ننزلها على قناه سوق المواشي في ادلب والشمال السوري. اليوم يعتبر يا شباب كاسرات سعر كاسر جدا يعني. 290 دولار الراس يعتبر ببلاش يا شباب. نعم. في ناس تستغرب تقولنا على التعليقات يا اخي الاسعار غاليه حيل. الناس هنا ما قاعده تبيع غنم عاديه بلديه. يا خليل خدام يا خليل خدام حرام عليك. دزيت الحلال بهالكساد بهالكساد حرام عليك. منو صاحب منو صاحب؟ خليل خدام برقه والله. على راسي. وحرام عليك كبيت الرزق بهالكساد. كسرت بضاعتك يا ابو ابراهيم. في شغله اريد اقول لكم عليها ميزه بين الحمداني والجملاني. هاي نسيت اقول لكم اياها. الحمدانية يصل اذانها على القاع قبل ما يصل ثمها، اما الحرشية اذانها يتميز بالعرض ما يتميز بالطول. هاي كصفة يعني للشباب اللي ما تميز بين الحرشي بين الجملاني والحمداني. وإن بالنهاية مثل ما قلنا لكم كلهن عوس. هاي الغنم كلها عوس. كلها سلالة العوس. عواس. نعم. عواس هي. نعم. انما من غنم الحروق. ايه. الحروك الحمداني الجملاني الشفالي هذا كله عواس. كله عواس. نعم كله عواس. غنم بلاد الشام والجزيرة والرافدين. دعمونا بالاشتراك يا شباب. دعمونا بلايك. دعمونا بالمشاهدة. الله يجزيكم الخير. تاخذ مني اليوم 1000 لايك. على راسي على راسي ابو خالد. 2000 مشاهدة. يا شباب التشبشة الحرشي اللي نزلناه نهار الجمعة. مو نهار الجمعة؟ يوم الجمعة. هذا عند اخونا واصل. انا ما نسيت اقول لكم بالفيديو عند اخونا الدلال واصل. واصل الجملاني. شنو 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 اصل عشيرتكم؟ قول لي. احنا اصور عادي. صورك عادي. صور معنا اخونا ابو واصل. اخونا واصل ابو خالد الجملاني من قريش. اصل عشيره الجملاني؟ ابدا. نعم. يرجعون لمين؟ البني هاشم. الله بني جميل. نعم. احنا هسه شنو الفرق بين تقول الجميلي والجملاني؟ لا التسميات ولا الجملان. هو الاسم جملان وبني جميل واحد. واحد واحد. ايوه واحد. نعم. دول من قبيل من قبائل السادة يا شباب. نعم. احنا فكرناهم والله وشي مجرد انه قبائل عدنانية يعني. لا. لانه القبائل العدنانية تنقسم لقسمين، قبائل عدنانية وقبائل السادة. قبائل السادة يرجعون بنسبهم
للنبي صلى الله عليه وسلم، للحسن للحسين، مثل قبائل نعيم وغيرهم. نعيم احنا وياهم ولادة. نعم. ايضا نعيم من قبائل السادة. احنا بقى قحطانيين، احنا زبيد. وانا عموك والله. اي نعم، من العرب العارب، انتم من العرب المستعربة. الله يجزيكم الخير ويبارك لكم الشباب. يعطيكم العافية. السلام عليكم.